ايه ده؟ ايه ده؟ يعني كيس كشري قدامك، ما هو باين اهو. بصي، ادي الفلوس اللي اتسرقت، وادي الطعم اللي اصطاد السمكه. وطلع مين؟ اوعديني الاول انك تتصرفي بدماغي. لا مش هوعدك. خلاص مش قايل. اوعدك بس اني مش هفضحه. ماشي. طلع مين؟ حاتم حسام الدين فوزي، والده حسام فوزي كان من اصحاب المشاريع الواعده، كان مستورد ملابس من الصين وبيبيعها في محلاته اللي كانت بتزيد فروعها يوم عن يوم، وفجأة كل ده انهار مع أزمة الكورونا ونقل ابنه من القسم الدولي للقسم الخاص. إيمان ده اللي ده ما عجبني. التفتيش كان وقت البريك ومحدش لقى حاجة، اللي خد الحاجة دي خباها في مكان يعرف يعدي ياخده منه قبل ما يروح، ومفيش مكان طبيعي انه يبقى طالب فيه بعد البريك غير حمام الدور بتاعه. فاكرة لما قلتلك وسعلي الصورة دي شويتين تلاتة وادخلي اديهم بيان شديد اللهجة وخبطي على المكتب زي أي مديرة مدرسة؟ أنا كان كل هدفي أشوف مين اللي عينه هتقع على الأسورة. دخل ولقاني مستنيه في أهدى مكان في العالم.